فيروس كورونا على مساحة واسعة من أخبار العالم. أسئلة كثيرة حول مستقبل العالم والتغيرات الناتجة عن هذا الفيروس. إذا نظرنا إلى الإيجابيات رح نشوف أنه الكثير من الدول وضعت خلافاتها السياسية جنباً وانشغلت بالتعاون لإيجاد الحلول للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وهيدا طبعاً من منطلق إنساني لأنه الخطر عم بيهدد كل الناس وكل البلدان، ما بيميز بين بلد وبلد أو إنسان وإنسان. قصص التحدي والمفاجآت كتيرة على وقع أقدام هذا الفيروس، فأينما ذهبتم رح تشوفوا وتلمسوا هيدا الكم من الجدية. إن الأبطال البارزين الحاليين بصفوف هيدا التحدي هم طبعاً من أفراد الجسم الطبي، ففي زمن الكورونا عم بتخوض الكوادر الطبية كفاحاً وتضحيات كبيرة لإنقاذ الناس والقضاء على هيدا الوباء، ولكن أصبحت كبرى مستشفيات العالم عم بتعاني من نقص بالمعدات والأدوات الطبية. ومن جهة أخرى يتفانى الأطباء والممرضات للعناية بآلاف المرضى والمصابين بوقت واحد. إنهم بالفعل أبطال، تركوا بيوتهم وأولادهم وعائلاتهم تيواصلوا ليل مع نهار بحرب مع هيدا الفيروس في سبيل إنقاذ العالم على حساب حياتهم وأرواحهم. إننا بالفعل نقف أمامهم عاجزين عن الشكر والتقدير. بتقريرنا لليوم مجموعة من النساء بفرنسا حولوا ورشهم الصغيرة لإنتاج الكمامات من أجل دعم الطواقم الطبية بمنطقتهم ليمدوهم بما يساعدهم على الوقاية من عدوى فيروس كورونا. فلنشاهد هذا التقرير. بينما الدولة تتهيأ وتجهز أمورها لمجابهة فيروس كورونا، قام مواطنون فرنسيون بمبادرات تطوعية لدعم الكوادر الطبية في مدينة بيزي، حيث مجموعة صغيرة من النساء بادرن بالتحدي لصنع أكبر كمية من الكمامات لأجل الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات. تمكنت هذه السيدة صاحبة المبادرة من التواصل مع شركات لها تطوعنا لمساندتها والتضامن مع مبادرتها لأجل الجسم الطبي في المدينة. استطعنا جمع العديد من المستلزمات الضرورية لصناعة الكمامات ويقمنا بجمعها من عدة مانحين، حيث يقدم كل شخص ما يتوفر لديه من المكونات المناسبة. هذه خيوط مطاطية شاركت بتقديمها مجموعة من الخياطات، حيث أن هذه الخيوط المطاطية ضرورية لصنع اللاصق الخاص بالكمامات. أما هذه القطنيات الضرورية لصناعة الكمامات فإنها مقدمة من بعض المتبرعون، لقد كانت تستخدم كأغطية في المطاعم والفنادق وهي بكمية كبيرة وكافية. هذه الفلاتر ممنوحة من قبل بعض الأشخاص ليتم استخدامها في صنع الجوانب الداخلية للكمامات. العديد من الأشخاص أبدوا استعدادهم للمساعدة، وهذا أمر مشجع كثيراً ويمنح الطاقة والفرصة للإنجاز أكثر. تنظيم العمل وتنسيق المهام أمر ضروري لنجاح التنفيذ. هنا يتم ترتيب الصناديق لتوزيعها على المتطوعين، حيث سيتم تحديداً تسليمها إلى الممرضين والأطباء ومساعديهم. إحدى المستشفيات قدمت لهم نسخة عن كمامة طبية مطابقة للمواصفات ليتمكنوا من تصنيع الكمامات بالطريقة الصحيحة وبالمواصفات المطلوبة. في الأزمات الجميع متساوون، وكل شخص يمكنه المساعدة رغم الحجر المنزلي، فالوقت متوفر ويمكنه التواصل لتقديم المساعدة. هؤلاء النساء يساهمن بشكل كبير في دعم الجسم الطبي في مدينتهن، واستطعن توفير 90% من حاجة المنطقة للكمامات. في ورشة الخياطة يعمل هؤلاء النسوة بإمكانيات متواضعة على مدار الساعة لتصنيع الكمامات بالعدد المطلوب لسد احتياجات الجميع. أما عن الشكل النهائي للكمامة فهذا هو، إنه بتصميم بسيط ولكنه عملي جدا. هيدا هو دورنا الحقيقي، كل واحد منا بمجال اختصاصه يستطيع أن يحول إنتاجه إلى داعم وسند للجميع. ربما فكرة صغيرة، وربما منتج صغير، وربما مساهمة بسيطة
ممكن أن تحدث فرقاً على مدار الساعة وتحت أي ظرف. أن تبادروا ومهما كان حجم الفكرة داولوها بين بعضكم، اتصلوا وتواصلوا واحرصوا على تبادل الأفكار، فكلنا باتجاه واحد، هدفنا هو توحيد طاقتنا للانتصار على هيدا الوباء. كما النورمانديون هذرجوا، قرر أن يبدأ بتصنيع كمامة طبية، ولكن هذه الكمامة من نوع آخر، إنها أقنعة واقية، صناعة يدوية على طابعته الثلاثية الأبعاد. جيد جدا، البلاستيك متماسك، هو جيد. أنتوني يعمل ليلا نهار وهو في الحجر في إحدى ضواحي باريس. حاورناه باتصال الفيديو عبر الإنترنت. مغامرته أصبحت جماعية، وبدأ الأمر عبر رسالة بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل شيء يتم عبر النت، وأوجدنا آلياً الحصول على الأدوات وأخذ الطلبيات وتسجيلها وإرسالها. انتشر الموضوع فوراً وأخذ بعداً لم أكن أتوقعه، لنعمل دون توقف، وهذا بادي على التعب. المساعدون يوزعون الأقنعة على من يحتاجها في الصفوف الأولى، وعلى صفحة الفيسبوك التي أنشأها أنتوني يتبادلون وينسقون العمل. ولكي نوفر الوقت ونمضي قدماً، أسسنا مجموعات مناطقية على الفيسبوك. دخل اليوم الثالث ونحن الآن في 24 منطقة نوزع فيها. كم عدد الأقنعة التي تم توزيعها حتى اليوم؟ لا أدري، لكن البارحة وزعنا 600 قناع. هناك طلبية لمنطقة الأيسون لمستشفى فرانسيون، وهناك طلبية لمستشفيات باريس غداً، حوالي 600 قناع. لم ينسى الجسم الطبي بأن يقوم بشكر أنتوني وجماعته على هذه المبادرة الرائعة. إن التصدي لفيروس الكورونا لا يقع فقط على مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية، إنما هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، فلنحول هذه الجهود الجماعية لنجاح كبير للحد من خطر هذا الفيروس. بالتقرير اللي جاي رح نشوف عمل إنساني قامت فيه شرطة لبث الفرح في نفس طفل أراد الاحتفال بعيد ميلاده بأيام الحظر بعيداً عن أصدقائه. فلنشاهد هذا التقرير وإلى اللقاء. كل عام وانت بخير يا محمود ولدي، الله يشافيك ويعافيك. سنة حلوة محمود ولدي، كل عام وانت بخير وربي يشافيك ان شاء الله. بهذه المناسبة محمود وكاع اللي كيما محمود اللي مسهم فيروس كورونا، ان شاء الله يا ربي تولوا لعائلاتكم في اقرب وقت ممكن، وربي يشافيكم ويرفع على الجزائر والعالم المسلم هذا البلاء يا رب.